السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. ده بنط، ده كان جيبة وعملته بنطلون زي ما احنا شايفين، وادي الحجر بتاعه. للأسف الجيب اكتشفت ان هي يعني ما بتلقش عليه خالص، فعشان كده غيرته وعملت البنطلون. وده شكل البنطلون زي ما احنا شايفين، وعملت له هنا اللي هو الاستيك. ده استيك اللي هو الاستيك الرفيع، عملت 3 اساتيك. ما حبيتش ان انا اعمله الاستيك اللي هو العريض. دي كان جيبة زي ما احنا شايفين، وغيرتها وعملتها بنطلون. تعال نشوف انا عملت ايه. بصوا هنا ما صورتش الطريقة يعني وانا بقص القماشة دي، بس انا هعمل البطانة بتاعتها. مبدئيا دي كده كانت البطانة اللي خاصة بالفستان، بالجيب قصدي. دي كانت البطانه الخاصه بالفستان، نفس الطريقه بالظبط اللي انا عملته. جبت بطرون القماش بتاعي فكيته، انا عملت الطريقه دي قبل كده. عشان اقول لكم بس ان هي موضوع سهل، ببتدي ان انا افرش البطانه وهرجع لكم تاني. طبعا الجيبه كانت متخيطه من الناحيتين، كانت متخيطه من الناحيه دي وكانت متخيطه من الناحيه دي، لكن البطانه هنا عشان كانت بتاعت الجيبه فكانت متخيطه من حته واحده. فاحنا لما هنيجي نفرد اي جيبه عندنا قديمه بنحط من الناحيتين المفتوحين. لما مفيش ناحيتين مفتوحين وهي اصلا ناحيه واحده، هتلاقوا ان الخلفي اللي بتبقى دايما الخط بتاعها بيبقى في الجنب او بتبقى ورا، تمام؟ لو في كل الحالات ورا او هي في الجنب، في كل الحالات احنا هنفردها لازم تبقى هي موجوده في الجنب عشان احنا هنقص البنطلون. وبنحط البطرون بتاعنا بتاع البنطلون زي ما انا قلت اي بنطلون، وبنبتدي ان احنا هنقص دول خلاص. وهنرتفع هنا نفس الكلام برضو عشان ما يبقاش شنط علينا البطانه، هنرتفع من عند الخلفي اهو، انا رسمه خلفي 3 سنتي، وهنشد لحد الاخر على ما فيش. دلوقتي انا هقص بالمقص، هنبتدي ان احنا نقص الجنب ده الاول، ونكون فردنا كويس جدا. ده الامامي، تمام، وهنقص الخلفي. نفس الكلام بالظبط برضو. تمام. وهنيجي عند الخط اللي هو ده، احنا مرتفعين اهو 3 خلاص. هظبط دي بس عشان معوجة. هنحط صباعنا هنا، دي النقطة بتاعت الخلفي، وهننزل من عند الأمامي بقى، هننزل على مفيش اهو. لازم نعمل الحركة دي عشان تبقى في اللبس مرتاحين خلاص. يبقى احنا كده ادي دي تعليق علينا فيها، ودي قلنا. طيب ايه الخطوة اللي بعد كده؟ ده دي الطريقة اللي انا قصيت بيها البنطلون الجيبة خلاص. دي طبعا كانت بطانه الجيبه خلاص. هبتدي ان انا ده هفتح، يعني هفتح مش هينفع طبعا افتحها غير بالمقص بتاع الخيط، بس لو لقيناها بتشد معانا نحاول بالراحه خالص ان احنا نحط صباعنا كده بضغطه على الخيط ونشد، بس واحنا بنشد ما نتعفاش عشان ما يتقطعش. لو ما جاتش معانا خلاص جت معانا، تمام. هي جاية معانا تمام كده، هنتعافى فاحنا هنقصها بدل ما تتقطع كده. انا عملت البنطلون اهو طبعا كده هو خلص. طب ايه الخطوة اللي انا هعملها بعد كده؟ هروح على المكنة وابتدي ان انا اخيط الجنبين بتوع الحجرين،
وبعد كده هحط دول على بعض واخيطهم. الاستيك اللي هحطه في النص هيبقى استيك رفيع عشان ما تبقاش ضاغط استيكين كتير قوي على الوسط، فهنحط استيك واحد. يلا نروح مع بعض نشوف هنعمل ايه دلوقتي. احنا جبنا الاستيك اهو، ده الاستيك تمام، وادي البنطلون. هنخيط الحجر الاول نفس الطريقه اللي احنا بنشتغل بيها، ما فيهاش اختلاف. هنخيط الحجر يلا نبتدي نخيط مع بعض الحجرين. طبعا انا فتحت البنطلون من الناحيتين. بسم الله الرحمن الرحيم. اخيط على بعد سنتي. نفس الكلام برضو، لازم الاتنين محطوطين على بعض. على بعد سنتي مرسوم عندنا على المكنة، ودي هتبقى بطانة بقى لأي حاجة، لأي بنطلون أنا هعمله، يعني هتبقى بطانة لأي حاجة. كده أنا خلصت ده، هنخش على الحجر التاني. خلي بالكوا البطانات انواع، وفي نوع بشع بينسل بطريقه فظيعه يعني، فخلي بالكوا. على بعد برضو سنتي هبتدي خالص. خيطها تاني من الاول هنا كده عشان تبقى اجمد، مأكدة عليها من غير ما طيب انا دلوقتي بعمل ايه؟ انا دلوقتي زي ما احنا شايفين كده ببتدي ان انا اخيط البطانة بتاعت البنطلون، وبعد ما اخلص الخياطة دي هطبقها تاني وخياطها تاني بحيث ان هي تبقى نظيفة بالشكل ده كده. الخطوة التانية اللي انا هعملها زي ما احنا شايفين كده، انا حطيت الاستيك وبتبت يمين وشمال فوق وتحت كده بالدواسة دي عشان اثبت. عايز اقول لكم ان من شوية حصلت يعني مشكلة كبيرة جدا في المكنة، انتوا متعرفوش انا كان ايه اللي حصل لي والله العظيم. يعني انا لسه بدفع اقساطها اصلا، ف يعني الموضوع بجد كان صعب عليا قوي. انا هقول لكم ايه المشكله دلوقتي اللي حصلت، حاجه مهمه جدا اللي عندهم مكانات بالذات لو بيشتغلوا عليها كتير وبيحصل هنا كسر وحاجات كتير. في مشكله اساسيه هي اللي ممكن تسبب في ان الطاره تقف نهائيا، غير بقى غير المكوك وغير الحاجات دي خالص، انا هقولها لكم ان شاء الله في فيديو تاني. المهم ان انا دلوقتي هبتدي ان انا اشد الاستيك وامشي عليه بالشكل ده اهو لحد الاخر، اخلصه وارجع لكم تاني. كده انا خلصت الاستيك زي ما انتم شايفين داير ما يدور. هبتدي ان انا اشوف الرجل بقى اخبارها ايه. هبتدي هنا بالنسبه للحجر، هجيب الخطين على بعض زي ما احنا شايفين اهو، ده الحجر، هجيب الخطين على بعض وابتدي اخيط اهو زي ما احنا شايفين. حطيت الحجر على الحجر وهبتدي ان انا اخيطه. كده انا خيطت الرجل، خيطت الرجل كلها اهو. وفي ده زايد، ده طلع فيه زيادة، هبتدي ان انا اقصه. دلوقتي انا هخش على الفردة التانية
زي ما احنا شايفين اهو، بنحط القماش على بعضه كده ونخيط على بعد السنس اهو، بنكمل على هذا الوضع اهو، بنحط القماشتين على بعض برضو، هنا في زيادة وبكده انا اكون خلصت القماشة، اكون خلصتها، خلصت البنطلون. هقيسه بقى واقيس عليه البنطلون اللي انا عملته وارجع لكم تاني. ده شكل البنطلون اهو، ده شكله زي ما احنا شايفين اهو. دي البطانة اللي جوه، ده الجبير بتاع البنطلون. الحجر هنا اهو طويل، ده فيه كلكع، حاجة شكل دين. بس دي كانت نهاية الفيديو بتاعي. ده شكل البنطلون، البنطلون زي ما انا قلت ده كان جيبة، وحاولنا البنطلون سهل خالص مفهوش اي حاجة واشيك بكتير من حوار الجيبة دوت. عجبني اكتر، وبصوا كمان واقع في الارض يعني، شكله شيك قوي هو واقع.